بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشكر سيد جابر على هذه المقدمة الحلوة وهذه الفرصة اللي أتاحها لنا عشان نبين دور صناعة السفن الخشبية ودور دوانية القلاليف في المحافظة على هذه المهنة التي كانت لها الدور الأساسي في نشأة الكويت. بعدين السيد ما شاء الله ما خلى شيء إلا قاله، وأنا ما أقدر أعقب عليه بعد، كل شيء قاله. موقع الكويت على الخليج العربي له علاقة كبيرة في المحافظة في الاهتمام بهذه المهنة، وكون الكويت إن ما عندها مثلا لا فيها زراعة ولا فيها صناعة، فيعني اهتمامهم الكبير في البحر خلى الناس تهتم في صناعة السفن الخشبية، وكون إن الكويت بين إيران وبين العراق خلاها في تنقل بينهم بين بعضهم بعض أحسن لهم عن طريق البحر في جلب الأشياء اللي كانوا يحتاجون لها. وصناعة السفن خلى الناس تتجه إلى السفر إلى أماكن بعيدة، وهذه طبعا ما يأت من شو يسمونه من يعني من شغلة، يعني إنهم هم يعني حاولوا أن يصنعون السفن الكبيرة اللي تنخر عباب البحر والوصول إلى أبعد الأماكن لجلب الأشياء اللي كانوا يحتاجون لها الكويتيين من مواد بناء ومواد غذائية مثل الهند وسواحل أفريقيا. وطبعا لابد أن يكون السفينة هذه لابد أن تكون بالمتانة اللي تتحمل البحر وتتحمل أعباء السفر وتوصل لهذه الأماكن وتجيب الأشياء التي تحتاجها دولة الكويت، أو كانت يسمونها الكويت قبل. بلا شك إن بعدين السفر مو كل شيء اللي كانوا يعتمدون على الكويت، كان مهنة الغوص، الغوص هم بعد يحتاج لبعض السفن اللي كانوا يحتاجونها في الحصول على اللؤلؤ وبيعه والحصول على المواد اللي يحتاجونها عن طريق البحر. وما كانت بس السفر والغوص، حتى في بعض الأشياء اللي كانوا يحتاجونها هم صيادة السمك، سمكهم كان يحتاجون صناعة السفن. كل الأشياء هذه كلها لابد أن في هناك أيادي تصنع هذه السفن، لازم تكون أيادي مهارة ولهم انهم قادرين على ان يسوون السفن بصوره صحيحه. وبعدين في لما كان هناك شح في المياه العذبه الموجوده في الكويت، فكروا بعض التجار ان السفن هذه اللي كانوا يروحون فيها الى السفر خصصوها لجلب المياه العذبة من شط العرب حق الكويت، لأن كان المياه العذبة كانت شحيحة في دولة الكويت، فخصصوا بعض السفن لجلب المياه العذبة من شط العرب. وطبعا القلاليف هم اللي سووا السفينة هذه، وكانت حق السفر مخصصة حق السفر، فسووها حق جلب المياه العذبة من شط العرب. بعدين في الحرب العالمية الثانية، طلب من أحد الكانوا والموجودين هنا في جزمون في دولة الكويت من القلاليف في عمل لدوب لاستعمالهم في الآليات الحربية أن يتنقلون فيها عن شط العرب إلى لدوب، تقريبا ما يعادل 45 أو 90 أو 70، ما يحضرني العدد،
عشان يستعملون في نقل آلياتهم في الحرب العالمية الثانية. فكل الأشياء هذه اللي صنعوها القراريف يدل على أنهم كانوا لهم اليد الطولة أو الأساسية في نشأة الكويت وصناعة الكويت وتجارة الكويت وجلب المياه وكل الأشياء اللي كانوا يصنعونها في الكويت أو كانوا يستعملونها في الكويت. صور. ونراويكم الحين بعض الصور. طبعا هذا صورة المهلب اللي بعد إنشاء اللي كان موجود في ثانوية الشويخ. طبعا هذا بعد ما انحرق المهلب اللي موجود بالشويخ أيام الغزو، فيو في صنعه في 1997، وكان موجود بعد الشيخ جابر وبعض القلاليف الموجودين. هذا المهلب الحين حاليا في شو اسمه في المتحف الكويت، وهذا المهلب القديم اللي كان موجود في ثانوية الشويخ. هذا الأولي المهلب بعد ما أنشأه. طبعا أنا أقول قصته، هذا أكو تجار اثنين من الكويت اللي هم ثنيان ومحمد الغانم، طبعا كلفوا واحد من الاستادية اللي هو محمد العبد الله في إنشاء المهلب في سنة 1947، وهذه الصورة اللي لما نخلص بيقطونها بالبحر عشان يستعملونها في عملية السفر. سموه طبعا تيمونا في القائد العربي الفاتح اللي هو المهلب بن صفرة، على اساس هم اللي وضعوا عليه الاسم هذا. هذا هو الاسم المهلب القديم اللي موجود في ثانوية الشويخ. هذا طبعا الحين المهلب الحين اللي الحين قاعد يركبون عليه السكان في الحين بعد ما رمموه او بداوا انشائه بعد الغزو. هذا الحين طبعا هو نفسه. هذا الحين بعض القطع الموجودة، لا هذا في نموذج من الشسمة من البوم يم دوانية القراليف اللي موجودة على البحر. هذا هو بعد هم بعد شوف لو تلاحظون الشعار مال ثانوية الشويخ، هذه الساعة الموجودة والنصب التذكاري. الحين خل هذه الصور. طبعا الحين لما خلصنا احنا من شو اسمه من صناعة السفن القديمة وصناعة السفن الخشبية، الحين نبدي على دور الديوانية ونشأتها في بداية 1982. طبعا طرح الفكرة كانت بدايتها هم جماعة من البحارنة، يعني كانوا خذوا لهم بلم من وزارة الداخلية وسووا لهم مثل قاعدة. هذا حنشوف لو تشوف الصورة، يعني بلم من وزارة الداخلية سووا له مثل السطحة وقعدوا عليه يترددون عليه في أيام العطل وخاصة العصاري يقعدون فيه. فلما شو اسمه وجود سليمان الأشوك رحمة الله عليه عرض الفكرة على الشيخ سعد، قال له ترى احنا ما عندنا مكان يعني نقعد فيه، وهذا بلم يعني ما ندري اي وقت تجي البلدية وتشيله، فيا ريت يعني تخصص لنا يعني مكان حتى نتجمع فيه. فرحب بالفكرة وعطانا جزء او مثلا مكان يم قبال نقعد شملان، وبنوا لنا طبعا من شبرات بالبداية، بعدين بعد التحرير سووا بنيان والحين لا زال موجود واحنا قاعد نمارس مهنة القلافة فيه. وافتتح الديوانية طبعا في 1983 الشيخ عبد الله اليابر، ودورها حاليا يعني المحافظة على هذه المهنة اللي عشان لا تندثر، ونوصلها طبعا لأبنائنا. واحنا ما نقول احنا عنصريين نوصل بس البحارنة، وهم يعني مشترطين ديوانية القراليف لازم واحد يكون من البحارنة حتى يتعلم هذه المهنة. وحاليا بعد فتحناها يعني اللي يبي يتعلم نعلمه طبعا، بس مو بالديوانية، لما نروح مثلا يطلبوا من عندنا بأي مكان نروح نعلم الديوانية. طبعا الأشياء السفن الموجودة
اللي موجودة عندكم لو تطلعون الكتيب، هو طبعا البوم السفار والبوم القطاعة والأبغلة، كل الأشياء هذه اللي كانت مخصصة للسفر، والسنبوك والشوعي والجالبوت مخصصة للغوص، والبتيل كذلك. أما البلم والبلم فودري حق نقل البضائع الخفيفة اللي تي مثلا خاصة من العراق أو من إيران عشان الكويت. طبعا هذه بعض الأدوات اللي كانوا يستعملونها البحارنة أو القراليف القدامى. هذا هو طبعا هذا الميدح، طبعا الميدح بدل الحين نسميه الدريل، طريقته أن نحطه كذي ونحاول نفره حتى يسوي له فتحة لندخل المسمار. طبعا المسمار المسامير كلها طبعا فيها أحجام. شوف هذا المسمار، شوف المسمار بحجمه هذا. هذا لازم يعني تقريبا يستعملون الميدح هذا 3 مرات، أول شيء صغير بعدين أوسط بعدين كبير حتى يوصل ويربط اللحان بعضها ببعض. وهذه لما نوصل لسطحة، إذا بنسطح البوم نستخدم المسامير الأصغر فالأصغر فالأصغر عشان نوصل ونثبت اللحان. هذه مثلا شو اسمه، مثلا هذا يسمونه منقر قوبار. الحين لما نطق المسمار على اللوح لازم انه يبرز المسمار، فشو نسوي له؟ نسوي له مثل حفرة حتى يسامح فلس المسمار مع اللوح ويصير هذا المنقر لولايتي اللي هو شنو مثلا، حاول قدر الامكان في بعض اجزاء لما ندخلها بين بعضها بعض تثبت في استخدام المنقر لولايتي. هذا الميدح نفسه اللي كانوا يستعملونه من اصغر لاكبر. هذا مبرد موجود، مبرد. شوف المناشير، هذا منشار كبير وسط صغير اصغر اصغر، كانوا يستخدمونهم في الاماكن حتى الضيجة اللي اساس ان اللوح يتواسى مع بعض بعض في استخدام المناشير. شوف الجفير هذا، هذا اللي كانوا يحطون العدة فيه، هذا نفسه هذا قديم ترى على فكرة. هذا الجفير يحطونه على راسهم ويحط العدة، يطلع طبعا من فير الله ويروح العمارة يشتغل. طبعا إذا تأخر بعد ما تطلع الشمس قالوا لي بروح مالك شغل رد بيتكم، لازم يكون قبل الأذان يكون موجود يصلي أو يصلي ساعته هناك بعد، يقول له ترى مالك شغل لازم يروح مبكر. هذا الرندة، هذه الرندة شوف شلون طريقتها خشب. هذا الجدوم، الجدوم في اكو نوعين، هذا الجدوم اللي عشان يسوي الاشياء اللي مدخله بين بعضها، واكو بعدها بلطه. الحين اللي حاله من تركب لما نركب اللوح على اللوح ساعات يصير لوح بارز ولوح مثلا داخل، فيحاول قدر الامكان يسوي عمليه تدريخ، يدرخ شو اسمه اللحان حتى تتواسى مع بعضها بعض ويصير بصوره نشوف هذا البوم، هذا نفس البوم اللي كانوا يسوونه على ايام قبل. شوف نفس طريقته بس على حجم صغير. شوف بدايتها، شوف بدايتها من بدايه البيص ثم المالج لما توصل الى التريج لما يوصل بهالصوره هذه. شوف صورة مرتبة وعلى أحسن صورة. نشوف صورة ثانية. طبعا الخشب اللي كنا نستعمله من الأول والحين هو خشب الصاج. خشب الصاج هو الخشب اللي يعتبر نسميه احنا حاليا بالقلاليف مثل الذهب، ما يتغير يعني حتى لو يتم عليه 20 سنة، بس تحاول انت تنظفه وتعدله تقدر تستعمله مرة ثانية. ايه في الهند وفي افريقيا يستخدمون الزفت عشان طبعا هذا عندي. شوف هذا الحين طبعا هذا مو مهنتي ترى، انه شو اسمه انه نربط واسوي شو اسمه، يسمونه الميارات اللي هو شنو الاكسسوارات اللي موجوده على البوم من حبال ومن شرع ومن كل شيء. هذا المهنه مو خاصه بالقلاليف، في اكو ناس متخصصه لعمل الحبال والشرع وش اسمه والتركيب القفافي وهذا، بس احنا على اساس لما نسوي البوم من يسوي شو اسمه باقي الاشياء هذه، فاحنا امتهناها بعد بالمره عشان البوم يصير جاهز من جميع الاشياء. البوم الكبير ولا الصغير يعني؟
هذا تقريبا انا نشاطي مثلا اذا اشتغل عليه تقريبا لشهر او شهر ونص على ما يوصل الى المرحله هذه. لا طبعا كله احنا قام نستخدم كله مناشير على الكهرباء اللي هي مثلا هذا السير الاركيت الدريل كل الاشياء اللي والصلاة على محمد وآل محمد.